السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس إسراء علي، مدرسة اللغة العربية بمدارس قدر الخاصة. هناخد النهاردة حرف الباء. نلاحظ يا أولاد أشكال حرف الباء، بيجي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. شكل حرف الباء في أول الكلمة مثل كلمة بطته، طيب في وسط الكلمة مثل كلمة حبله، في آخر الكلمة مثل كلمة أحبه أو كلمة بابه. يلا نحل أنشطة الكتاب المدرسي. نشاط واحد، انطق ولون الصورة التي بها صوت حرف الباء. الصورة الأولانية صورة بنت بها حرف الباء، يبقى هنلونها. الصورة الثانية صورة إبرته فيها حرف الباء، يبقى هنلونها. الصورة الثالثة صورة حبل فيها حرف الباء، يبقى هنلونها. الصورة الأخيرة صورة ماوس، طبعا ما فيهاش حرف الباء، شاطرين، مش هنلونها. نشاط 2، ساعد البطاطة في أن تذهب إلى أولادها بالسير على حرف الباء فقط. طبعا ملاحظين صورة البطة ومدينا السهم، هو هنمشي على حرف الباء لحد ما توصل إلى أولادها. طيب نشاط 3، انطق وصل صوت حرف الباء بالصورة المناسبة له. صوت حرف الباء يعني بالحركات القصيرة، فتحة أو كسرة أو ضمة. أول صوت معانا اسمه بي، بي هنوصلها بإيه؟ شاطرين، بطيخ. طبعا في أولاد بيقولوا بطيخ، لا اسمها بطيخ. طيب الحرف اللي بعده باء سكون، هنوصلها بإيه؟ حبلو، ممتازين. الحرف اللي بعده باء بططو، اللي بعده بو برجو، تمام. هناخد دلوقتي نشاط 4، استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف الباء. الصورة الأولانية صورة برجو، حرف الباء ممتازين في الأول، يبقى هنحط نقطة في الأول أو دائرة في الأول. طيب الصورة الثانية حبلو، حرف الباء في الوسط، يبقى هنحط الدايرة في المربع الثاني. بابو، شاطرين، معانا 2 باء في أول الكلمة وفي آخر الكلمة، يبقى نقطتين في الأول في المربع الأولاني ونحط نقطة في المربع الأخير. رقم باء، استمع ثم ارسم دائرة حول حرف الباء فيما يلي. هنقرأ الكلمات ونضع دايرة حوالين حرف الباء. نشاط 5، اكتب حرف الباء. طبعا احنا دلوقتي بقينا شاطرين وبنكتب كويس، هنكتب حرف الباء مراعي الاتجاهات، هو مدينا السهم، نمشي على السطر ونضع النقطه والباقي هنكتبه لوحدنا. طيب نشاط 6، انظر الى الصوره واكتب حرف الباء مع الضبط بالشكل. الصوره الاولانيه معانا صوره بطيخ، ممتازين، يبقى حرف الباء، حرف الباء قصره، تمام. اللي بعدها بالونات، حرف الباء فتحه. حبلو باء سكون، برجو باء ضمة. نشاط 7، كون كلمات من الحروف التالية. طبعا نقرأ الحروف آ وأو، معانا حرف الميم وحرف الباء. الصورة الأولانية صورة أم مكونة من حرفين، الحرف الأولاني أو زائد الميم تساوي كلمة أم. طيب الصورة اللي بعدها صورة أب، الحرف الأولاني آ وبعدين الباء وبعدين تساوي كلمة أب. رقم باء، انظر وعبر. الصورة الأولانية صورة أب، ممتاز، هنكتب كلمة أب. والصورة الثانية صورة أم، هنكتب كلمة أم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.